اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن فتره حكم الملك نيقوس الرع. ولما نبدا كلامنا في الجزء الثاني عن حياه الملك نيقوس الرع، بيذكر التاريخ ان الملك نيقوس الرع في اتنين من اهم الشخصيات التاريخيه تولوا حكم الوزاره او تولوا وظيفه الوزير في وقت حكم الملك نيقوس الرع، وهم من نفر وبتاح شبسس. وفي بعض علماء الاثار بيقول ان واحد برضو من الشخصيات التاريخيه المهمه جدا وهو سخم عنخ بتاح، كان برضو وزير في فتره حكم الملك نيقوس الرع. ومن ضمن الحاجات اللي بيستخدمها الاثريين عشان يدل على ان الوزير بتاح شبسس وصل لأعلى مرتبة، وهي مرتبة كانت بعد الملك على طول، إن أكبر مقبرة موجودة في عهد الدولة القديمة كانت مقبرة خاصة بالوزير بتاح شبسس. ولما نيجي نتكلم عن العلاقات التجارية والحملات في عهد الملك نيقوس الرع، هنلاحظ إن العلاقات التجارية والحملات وصلت لأقوى فترة موجودة في عهد الدولة القديمة، أو بالتحديد في عهد الأسرة الخمسة. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إن كان في روحتين منقوشين موجودين في وادي المغارة، وكان عليهم صورة للملك نيقوس الرع. وفي واحدة من اللوحات اللي كانت موجودة في وادي المغارة موجودة دلوقتي في المتحف المصري، واللوحات دي كان منقوش عليها نقش بيوضح ان الملك نيقوس الرع قدر ان هو يستغل المحاجر اللي كانت موجودة في وادي المغارة عشان يستخرج منها النحاس واحجار الفيروز والاحجار الكريمة. وفي نفس الوقت الملك نيقوس الرع كان ليه علاقات تجارية قوية جدا مع بلاد الشام، ومن ضمنها جبيل واللي هي لبنان حاليا، ودي واحدة من اقوى الادلة بتدل على ان العلاقات التجارية كانت قوية جدا مع بلاد الشام في عهد الملك ده. ومن ضمن الحاجات اللي بتدل ان العلاقات التجارية كانت قوية بين مصر وبين لبنان في عهد الملك نيقوس الرع، ان في واحد من تماثيل الملك نيقوس الرع تم العثور عليه وقت استكشاف الاثار في لبنان. وقدر برضو المستكشفين اللي كانوا بينقبوا عن الاثار في لبنان ان هم يلاقوا ادوات وحاجات فخارية كان عليها اسم الملك نيقوس الرع، وده بيدل على ان التجارة وصلت لابعد مدى في لبنان في عهد الملك نيقوس الرع. من ضمن الحاجات اللي بتدل على نشاط الملك نيقوس الرع في منطقة الجنوب وبالتحديد في بلاد النوبة، ان في مستكشفين اثريين قدروا ان هم يوصلوا ان هم يلاقوا ختم موجود عليه اسم الملك نيقوس الرع موجود عند الشلال الثاني في منطقه النوبه، وده بيدل على ان توسعاته وصلت لغايه المنطقه دي في عهده. برضه قدر المستكشفين وهما بينقبوا في واحد من محاجر مدينه جينيس ان هم يوصلوا للوحه حجريه ضخمه جدا كان منقوش على جزء منها اسم الملك نيقوس الرع. ولما نتكلم عن المنشآت المعمارية، هنلاحظ ان الملك نيقوس الرع كان مهتم جدا بالمنشآت المعمارية، لدرجة ان هو بنى في منطقة ابو صير نوع من الاثار او نوع من المباني قدر بيها ان هو يتفوق على الحكام اللي كانوا قبله او اي مبنى موجود في ابو صير لغايه الوقت الحالي. وبعد الفتره اللي قضاها والد الملك نيقوس الرع واخوه الكبير في فتره الحكم، وطبعا كانت فتره حكم قصيره جدا، ما قدروش خيالها ان هم يكملوا المباني اللي كانوا بنوها، فلقى نفسه الملك نيقوس الرع قدام عدد كبير جدا من المباني ما تمش اكمالها، فهو اكملها واضاف عليها كمان حاجات قدرت انها تتفوق على اي مباني تانية موجودة في ابو صير. من ضمن المقابر اللي اكملها الملك نيقوس الرع في عهده مقبرة نفرير كارع، ومقبرة رع نفر اف، ومقبرة امه الملكة خنت كاوس الثانية. وقدر الملك نيقوس الرع ان هو يبني هرم تاني جنب هرم ابوه، بسبب ان المنطقة وهي منطقة ابو صير التضاريس العامة اللي فيها ما كانتش تسمح باي حاجة غير المنطقة اللي كانت موجودة جنب هرم والد الملك نيقوس الرع. وبسبب حاجة زي كده اضطر الملك نيقوس الرع ان هو يعمل مقابر لزوجاته بس في منطقة ابو قير في الاسكندرية، والمنطقة دي اللي كان موجود فيها مقبرة اخو الملك نيقوس الرع ومقبرة والده. واضطر الملك نيقوس الرع ان هو يعمل معبد الشمس بعيد شوية عن هرمه، وقدر ان هو يبنيه في الجزء الشمالي من منطقة ابو صير. وبعد انتهاء فترة حكم الملك نيقوس الرع ووفاته، منطقة ابو صير فقدت اهميتها كمنطقة بتحتوي على مقابر الملوك ومقابر الوزراء، وكان الملك نيقوس الرع اخر ملك يبني مقبرته في منطقة ابو صير،
لدرجه ان خليفته الملك من كاحور بنى المقبره بتاعته او بنى هرمه في منطقه سقاص. بعد فتره من الزمن وفتره كبيره جدا قدر واحد من الملوك وهو جد كارع ان هو يبني مقبره عائليه كامله موجوده في منطقه ابوسيط. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل كلامنا عن الملك نيقوس الرع، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.